انت بيركة وناي نقضي. الله يلعين انت في ميكل. كان نقص من عصبة متاعه خير. اسمع السي القاري انت ما عادش تتكلم على سيدك كيك. سيدنا ربي واحنا عباده. فهمت شني؟ والله فهمت. في كل فاميليا كي يبدا عندهم عبد كبير يعيطوا لسيدي. انت القرايه ما خرجت لك مخك. وش فيها تو بالله وش فيها؟ كي نمشوا نحن الولي نزردوا نذبحوا نشطحوا وش فيه؟ يم ما قلنا هزرد وهذبيح وهدموا ماتي ذي الكل حكايه فارغه. الدين حكايه فارغه؟ جاب ربي ما خرجش عند الفرنسيس. الولي ولي صلح على روحه راه. واللي يحب يعبد ربي يعبد الرب اللي خلقه. مش يعبد لي صالح. الله يهديك يا عمي وكعه. بالله 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 يسكت وسكر علينا فمك. هاني سكت سكر علينا فمك. نحن وعليش نمشي لذولي صالح؟ مو بش ندعو قاعديك ونتبركوا به وندعو الرب يعطينا. فهمتوا علاش نمشوا نحن غادي؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زيد يا عمي زيد كلامك معلي ما يفهمكش ينقص العمار. صحيح صحيت أسير الرجال صحيت. كلامك معلي ما يفهمكش ينقص العمار. صحيت يسلم قرايتك. هذا حديث. بي سامحني يا فاحكي انت يا بنتي. والله العيب مش فيك راه. العيب فينا اللي نعمل في كل شيء ونخسر في كل شيء باش يسهل عليك ربي وتاخذي راجل تترجقي عليه وما تترجقيش علينا نحن. مش صادقه خويا باش تسمى موظف في وزاره العدل. اي نعم خوك باش يولي موظف كبير في وزاره العدل. أي. وخوك الاخر باندي داخل خارج على حبس 9 ابريل اللي تحكي عليه. لو كان ما دخلش الإصلاحية على خاطر الجدرمية تكسروا النصبة نتاع الضيو راهو خير منك وراهو قرع وراهو بشهيدة خير منك وهو اللي قايم بينا. يا ربي الزيامي ولدك من صغرته هكيك قلبه ميت يموت ويفوت على المشاكل. تيزين يا عمي إيه شوية من الله وشوية من عبد الله. يا أخي مش أنت بفهمك تحكي لنا كيفاش كان عامل فيهم الجدرمية ومعذبهم. لو كان جات الدنيا دنيا راه بعد الاستقلال واسمو سمعوا في الحاكم مش حاقرين ومخلينا للفقر والشر. لا هذه باهية هذه عجبتني. طبعا علاش ولا في الحاكم معناها هكا علاش؟ على شهيد ولا متلتلة ولا على حسن السلوك والسيرة؟ بجاه ربي يا عمي ولدك ايش عمل مع عملة الرجال؟ ايش عمل مع عملة العباد اللي خرج الاستعمار؟ تهزيني يا عمي تهزي بالحكاية. اسمعني 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 كول ولا فز؟ هاني باش نقول لك يا عمي بشوي سكر عليا فمك. حول ولا قوة. نزلت تجبد خوك هكاك تشوفنا شنو نعمل لك فهمت ولا؟ والقراية بتاعك اللي قريتها ربع ساعة اللي قريتها خليها عندك. هاني سكت يا عم هاني سكت هاني قصير هاني سكت حاضر.